احلى ابحاث خطيره. الشعامبي ولا يمثل الريموت كنترول بتاع الثوره المضاده. وراه هنا كي نقول الثوره المضاده انساو التجمع، انساو التجمع، انساو الفلول، شكون انساو المعارضه، شكون الثوره المضاده هي خليط بين الحكم البائد وبين بعض رموز المعارضة، وخلينا نقولها بصراحة ونتحمل أنا مسؤوليتي فيها، وكذلك جهات خارجية. هذا بكله يمثل الثورة المضادة. علاش؟ لأن الثورة التونسية تقلق، لأن النموذج التونسي قد يذهب بالعالم العربي إلى ديمقراطية حقيقية، قد يذهب بالعالم العربي إلى استقلالية في القرار وفي الاقتصاد وفي التنمية. هذا مرفوض، وهذا بالطبع يعني خطير، خاصة أن هذا العالم العربي تقريبا يحوي على نصف ثروات الأرض. لكن أنا هنا خليني نوضح حاجة، خلينا تو نبعدوا على هذا الكل ونجيو نحلوا شوية الجانب الأمني. خلينا نحكي شوية يعني على العملية الأخيرة. بالضبط هذا هو العملية الأخيرة. أنا ذكرني بصورة قديمة عشتها في التسعينات وريتها وتفرجت عليها في إحدى الدول في التسعينات في الجزائر. نعم. ولكن أحب خليني زاد نقول حاجة أخرى، معلومة أخرى، أنه السلفية الجهادية ولا الجيا اللي توجد في الجزائر إلى غير ذلك، فهي فعلا كانت مخترقة من طرف المخابرات. وخليني نقول ونتحمل هذا أنا على عاتقي كصحفي عادل زروق، وما نحملش فيه القناة مسؤولية ذلك. كانت وراءها الدي ار اس، المخابرات العسكرية الجزائرية. وفرنسا اتهمت في التسعينات عمليات باريس، اتهمت الجيا اللي قامت بها بمانيبيلاسيون، يعني بأمر وتحريك من طرف المخابرات العسكرية الجزائرية. هذا وقع في التسعينات. والآن بدأ الخطر يدق، لأن البوابة المفتوحة. شو الدليل تو أنه العملية دليلك دليل استقراءك دليل للوضع يخليك يقول أنه مخابرات يعني عسكرية؟ يعني تقريبا دليلي هو المشهد، لأنه الذبح، لأنه كان جات هي كمين وقتل فقط. لكن الذبح قبل صارت نفس الصورة، كان فما ذبح نفس الصورة. يعني يخسر، يعني احنا اللي ذبحنا قبل انا نذبح حتى طلقة الرحمة. الكرتوشة تغلى تسوى غالية، يعني يهبط عليه يهوي عليه بالسكين. يعني الاخذ نتاع الملابس هو في الواقع مش حاجتهم بالملابس نتاع الجيش، مش حاجتهم ملابس الجيش، خاطر ينجموا يتحصلوا على ملابس الجيش باي طرق شتى. ولكن للترهيب وللترويع ولادخال في ذهن العباد، راهو نهار اخر ينجموا يكونوا جنود غير الجنود. يعني ناس لابسه قمصان الجنود ولابسه ملابس الجنود، وهي في الحقيقه ما هيش الجنود، وبالتالي ادخال الشك في الجيش حتى في المؤسسة العسكرية وفي المؤسسة الأمنية، وهو رد أيضا على المؤسسة العسكرية اللي رفضت الانخراط في الوضع السياسي. والمنهج الذي عاشت به الجزائر في التسعينات كلام خطير، هذا عاد ربي يستر تونس في خطر كبير بالمنطقة. أتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام، لأن الأمور هذه نرجع لمجلس التفسير. وأنا أحمل هنا فعلا هذه الدولة وهذه الحكومة، وأحمل خصيصا السيد الرئيس محمد المصف المرزوقي، محمد المصف المرزوقي، بحكم انه هذه البلاد الان في حاله طوارئ، وهو رئيس الرئيس المباشر يعني للقوات المسلحه، بان يتحمل مسؤوليته كامله التاريخيه، وان يستدعي سفير الجزائر ليستوضح منه الامر. كلام كبير هذا يا عادل، تتحمل فيه مسؤوليتك. مين العقلات باعتكم؟ مين العشاب محرضكم؟ عم تبيعوا الدم من الناس بعدين واخرها معكم يا صناع الفتن. خلوا عن هالوطن، خلوا عنا، بدنا نعيش بكفينا.